العافية أستاذ سمير. الله يعافيك. ما أدري العقار اللي اشتريته أنت في المجمع في طرابزون، أعطينا فكرة كاملة عن طرابزون وعن العقار اللي اشتريته عن طريق شركتنا أو عن طريق أي شركة ثانية. الحقيقة إنه نحكي أول شيء كمدينة طرابزون. مدينة طرابزون إحنا كنا بزيارتها كم شهر السنة الماضية، وأنا من الأشخاص اللي حبيت مدينة طرابزون، جمالها وطبيعتها وجوها وأهلها. هي مدينة محافظة تقدر تعيش فيها طول العمر. دلينا على شركتكم الكريمة عن طريق أحد الإخوان الأفاضل، وفوجئت أنا الحقيقة، مش مفاجأة يعني، غير متوقع، هي متوقع، لكن فوجئت بنوعية الاستقبال من طرفكم وأجمل طرف الإخوان اللي كانوا في المكتب، الله يبارك فيه. الابتسامة على المحية دائما موجودة، الرغبة في المساعدة وفي الخدمة حقيقة يعني ما كنت أتوقعها على رأسنا يعني كغريب عن المدينة. دلينا على موقع الشقة في المجمع اللي أخذنا فيه. الشقة كانت حلوة كتير، طبعا الغرفة وصالة، هي مساحتها معقولة، تطلع على البحر من جهتين. الله يجعل المنظر مبارك. الله يبارك فيك. لا شك إنه الإخوان ساعدونا كتير في إجراءات الشراء وفي التملك، والحمد لله. أكيد هذا واجبنا وواجب الإخوان كلهم إن شاء الله. الله يبارك فيك. حصلنا على الطابق خلال فترة بسيطة جدا يعني، قمنا بتأثيث الشقة، والآن بهمتكم، مهمة الإخوان الطيبين، عم نحاول نحصل على الإقامة. أخذنا موعد سريع إن شاء الله بكرة نقدم على الإقامة، وإن شاء الله أقبل الجنسية إحنا وياكم. يا رب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. فالأمور سهلة، لكن اللي بده يجي على يعني يتملك، أنا بحكي عن طرابزون بشكل خاص، قد يعمم على باقي مناطق تركيا. صحيح أنا ما تواصلت مع الإخوان هون شركة البروج قبل ما أجي، وإلا كان أفادوني بالمعلومات. كنا نحكي أنا والأخ عبد القيوم إنه في أشياء تستجد على القادم على تركيا إذا بده يتملك أو يقيم، ما بكون عامل حسابه بالنسبة لضرائب الشراء، بالنسبة لأسعار التثمين، يعني في أمور تكون مخفية ما بيعرفها الواحد، يفاجأ فيها لاحقا إنه لازم يدفعها ويكون عامل حسابه. فنصيحة أخوية، طبعا أنا رح أصير مستشار عقاري يعني، عشان اللي بدهم يجي يشتروا من جماعتنا يعني، ما بضارب عليكم، لكن يسأل البروج ويسأل الإخوان لهم إيش بترتب علي لو أنا بدي أشتري الشقة الفلانية بالمنطقة الفلانية بالساعة الفلانية، فبيعطوه كل التفاصيل عشان ما يتفاجأ. وإذا حبيتوا تسألوني اسألوني، أنا برضك أفيدكم يعني. على راس الله أستاذ سمير، وتشرفنا فيك والله. تشرفتنا في معرفتكم، وأنت برضو جزء من عائلة بروج إن شاء الله. إن شاء الله بكون أكيد. في بيننا تعاون مشترك بإذن الله بخدمة الجميع. أكيد، وعلى راس الله. أشكرك أستاذ سمير. شكرا على راس الله. الله معك. مع السلامة.